هذا عصفور التين بالشجرة قدامي. يا مرحب، تحياتي للجميع. نزلنا اليوم على صيد عصفور التين بهذا البستان. راح نحط الجهاز تحت الشجرة مثل ما نكون شايفين. راح شغل الجهاز، انا مجهز كل شيء. الاتكال على الله. وهذا الجهاز تحت الشجر. هون في شجر زيتون وشجر جوز وشجر لوز. هاي طريقة، في كذا طريقة، رح نحكي بالمستقبل عن كل الطرق، بس اليوم حبينا نعمل هذا الفيديو. هذا عصفور التين بالشجرة قدامي. عصفور التين هلا بايلول بيكون ناصح مثل ما نكون شايفين، كله دهن، غير شهر الربيع بيكون ضعيف.